بايه؟ بسم الله. كل حاجه بنعملها باسم مين؟ يعني يا جوارح اطيعيني لانني لا طاعه لي عندك وانما الطاعه لمن خلقك مسخره لي، فافعلي ما اريد باسم تحت بسم الله. ثم يقول الرحمن الرحيم. لماذا؟ الحق سبحانه وتعالى يخلق خلقه ومنهم الكافر والمؤمن ومن المؤمن الطائع والعاصي. في ساعات يغفل الإنسان عن منهج الله، فإذا ما غفل عن منهج الله صدرت منه صغائر أو ربما كبائر، فإذا أقبل على عمل يستحي أن يستعين باسم الله الذي عصاه، فقال له لا ما تستحيش لأنني رحمن رحيم غفرت لك دي برضو مش هتخلى عنك، رغم ده رغم كفر الكافر أمده بكل ما في الحياة من نعم والعاصي كذلك، فقال لا تشجع برضه وما تتركش الاستعانة باسمي لأنك أذنبت وتستحي أنك أنت تطلب مني وأنت مذنب، فأنا اتكل على قولي الرحمن الرحيم. ولذلك الرجل اللي كان أمام الكعبة قال اللهم إني عاصيك، الأصمعي واقف يسمعه قال له اللهم إني عاصيك ولكني أستحي أن أطلب منك، ولكن من أطلب وليس في الكون إلا أنت فاغفر لي. فقال له الأصمعي يا هذا إن ربك قد أجابك لحسن مسألتك، لا ما دام سألتك ما فيش أعمل إيه؟ طب ما في أنا عاصي صحيح إنما أعمل أروح لمين؟ ما فيش إلا أنت.